عمر بدي اشوف السيد مدحت اذا بتريد. طيب تفضل. طيب خد هدول وروح. بسيطة. تفضل. يا بيك الضابط عمر بده يشوفك. خير إن شاء الله. زيارتين باليوم؟ شو السبب هالمرة؟ لا تواخذنا عم نزعجك، بس تذكرت شغلات تانية. بس للأسف ما بقدر، كنت طالع مستعجل. على فكرة معي إذن من النيابة، يعني فيني امنعك تطلع. ما زال عرفنا مين اللي عاملها، صار لازم ارجع على بيتي اريح لي. الهروب بيضيق لي خلقي. لا تواخذينا، تقلنا عليكم بعرف. ميرنا لا تتضايقي. زينب اكيد متضايقه من حبسة البيت، واضح. لو كانت بتقصد الحكي اللي عم تقوله ما كانت قالته. ايوه مين؟ فهمت. شوفي الشرطة اجت على البيت. لا وشو السبب يا ترى؟ ما بعرف، اجى ضابط على البيت وطلب يقابل السيد مدحت. احتمال اجوا مشان قصة القبر. انا سابقكم على البيت شوف القصة. وانتو؟ نزلنا على اليمين. تعي ميرنا ننزل سبقنا ونتحاكى بعدين. انتبهوا لا تخلي حدا يشوفك. ماشي يلا. معقول اجوا مشان شغلة امبارح؟ بركي حدا سمع صوت القواص وخبر الشرطة؟ ما بعرف. تعي